ألفارو يمشي بالكرة محاولة حامد إسماعيل وجول والهدف الأول لحامد، الهدف الأول للسمعة، الهدف الأول إسماعيل، هدف لهدف. لماذا مش من الأول يا جيري؟ أنا ما أقول لكم ولم أقول لك تحديدا، أنا ما أمس أذنيك أنكم لكم القدرات بأن تسجلوا هدف. هدف جميل من حامد إسماعيل الظهير الجناح، يبعد على زباتا، يدخل يضرب بسند القائم، بمساندة القائم الأيمن، يسجل في مرمى ستيري ويولع المباراة. 2 الهلال 1 الريان في الشوط الثاني ولا بالأحلام.